الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد حول تفسير القرآن الكريم. اليوم إن شاء الله مع تفسير سورة الممتحنة، سورة من القرآن المدني تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد سورة الأحزاب. هذا ترتيبها في النزول وليس ترتيبها في المصحف، ترتيب النزول غير ترتيب المصحف. في الجزء 28، لأن من أغلاط التسجيل هنا كان من جزء عام، هذه السورة ليست في الجزء عام، هذه السورة في الجزء 23 إذا أخذت الترتيب من أعلى في جزء قد سمع. وعدد آياتها 13 آية. سميت بسورة الممتحنة في المصحف وفي كتب التفسير اسمها سورة الممتحنة.
كانت معتزه بالاسلام. تعرف لما يبقى عندك تبقى عامل حزام الحته اللي من قدام دي ممكن تخبي فيها حاجه يعني. مخبيها في الحته دي اللي روايه البخاري يعني. الكتاب طبعا الكتاب. فعادوا بالكتاب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. رجعوا بالكتاب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شوفوا جمال التعامل النبوي مع المواقف التي تمثل أزمة. لم يعجل، لم يبادر إلى عقوبة حاطب. حاطب عنده سيرة ذاتية مشرقة ومنيرة. قالوا تعالى حاطب، ما الذي حملك على ما فعلت وإن حصل؟ أنت ليه بتعمل كده؟ ما الذي حملك على ما صنعت؟ نعم. فقال يا رسول الله إني كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم. أنا مش مكاوي أصيل، مش قرشي أصيل، وده مجتمع قبائل. كنت امرؤا ملصقا في قريش ولم أكن من قريش أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيهم يدا
سيصلى نارا ذات لهب. فلا الحاج عمليه بالاداب وهو حي خلاص الباب اغلق. سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. اذا تبين لنا ان احدا عدو لله سواء بوحي من الله عز وجل في شخص بعينه او لانه قد مات على الكفر فيما يراه الناس فهذا لا يستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بعد موت ابي طالب لاستغفرن لك ما لم انه عن ذلك انزل الله قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجنه. ثم انزل الله تعزيه لنبيه فقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال قوم إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك وإليك المصير. لقد برئنا من كل ولاية إلا ولايتك وولاية أوليائك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. وجاءت الآيات القرآنية تؤكد على النهي عن موالاة الكفار، الموالاة الدينية.
يحمل أعوامه الثمانين، يتوكأ على أعوامه الثمانين، ما فيش صح يقدر يحارب، بس يقدر يحرض وحرض المؤمنين. إنكم أنصار الإسلام وهؤلاء أنصار الشرك، إنكم دارة أهل دارة العرب، هؤلاء أهل دارة الروم. يا خيل الله اركبي، يا نصر الله اقترب، اللهم إن هذا يوم من أيامك. ويصرخ في الجموع المجاهدة، ولك أن تتخيل أثر هذه الصرخات في المؤمنين المجاهدين يومئذ. ثم ينجلي غبار المعركة، وإذ بخالد ابن الوليد يحوز النصر في هذه المعركة، ويختار الله عكرمة شهيدا إلى جواره، ويفقد أبا سفيان عينه الأخرى بعد أن فقد عينه الأولى مع النبي يوم الطف. عسى الله أن يجعل بينه وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. أبو سفيان أيضا عندما أسلم قال لي وصل الله عادت تديني ثلاث حاجات، قال لي تفضل. فقال تأمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين؟ فقال نعم. فقال وتتخذ معاوية كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال وعندي أجمل العرب أم حبيبة تزوجها.
منتظرة زوجها سنين إلى أن أسلم، ولما أسلم ردها عليه النبي عليه الصلاة والسلام: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني ثم قال تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. شوف العدل الإسلامي، عادة بس تتملأ تستمتع بجمال العدل القرآني، العدل الرباني. الراجل اللي جات له زوجته ده سبته وجاءت لجماعة المسلمين، الراجل ده تكلف مهر شوية وشويات، ربنا قال: وآتوهم ما أنفقوا، رجعوا له الفلوس اللي دفعها. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. هذه أسلمت وبقي زوجها على الكفر، ومضت العدة ولم يأتي إليها مسلما، خلاص أصبحت حلا للأزواج. فقال تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وهذا دليل ان المهر قد يسمى اجر، عشان فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن، مش ده دليل على حل نكاح المتعه، لان المهر سمي اجرا في كتاب الله عز وجل: يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن، يعني اتيت مهورهن. النبي لم يتزوج فعقدت،